ليس لدينا مطلقة، بداية من الأستاذ النقي حتى جميع أعضاء المجلس، ما نخفيه على حضراتكم مطلقة. أستاذ محمد بيسأل عن مسألة فيما يتعلق بالقرض، ودي أفاض فيها الأستاذ خالد، لكن تبقى جزئية تخصني أنا شخصيا، أني أقسم لحضراتكم الحاضر منكم والغائب أن النقيب العام لم يخفي علينا في مسألة القرض حرفا واحدا منه، وأن النقيب العام لا يستأثر، وتلك شهادة أمام الله، لا يستأثر أبدا بالقرارات التي تتخذ من مجلس نقابة المحامين، لا يستأثر بها لنفسه، بل أنه يتشاور معنا جميعا فيها، لكنه هو من يمثل نقابة المحامين، وأيضا للأسف الشديد هو من يتلقى السهام نيابة عنا جميعا. لكن لم يطلب أحدا منا يوما من الأستاذ النقي أن يطلع أو يناقش أو يستفسر، أنا هقول لحضرتك، أو يستفسر لكي حاضر يا أستاذ، لكي نقوم بدورنا في التواصل مع زملائنا أعضاء جمعياتنا العمومية. نحن متواجدين دائما مع زملائنا أعضاء الجمعيات العمومية لكي نقوم بدورنا بنقل ما يجري في اجتماعات مجلس النقابة العامة لزملائنا، وهذا واجبنا. لم أسأل يوما أنا أو أحد من زملائي عن أي شأن يخص نقابة المحامين فتوارينا أو اختفينا أو تلعثمنا، بل على العكس نعلنها دائما في أي مكان مع زملائنا وعلى منصات التواصل وفي أي مكان بصراحة وبكل وضوح عن كل المواقف، لأنه ليس لدينا ولا لدى النقيب العام ولا مجلس النقابة العامة ما نخشاه ولا نخاف منه إلا الله ومصلحة حضراتكم. ولذلك بأؤكد أن التواصل مستمر، وأن النقاش مستمر، وأننا مستعدون دوما للإجابة على تساؤلات حضراتكم. وأنا بقول لك يا أستاذ محمد، لك ولكل زملائي في الجيزة وفي مصر، كلنا ناقشنا هذا العقد، كلنا اطلعنا عليه وناقشناه واقتنعنا به ووافقنا عليه، ولم يجبرنا أحدا على ذلك. لم يكن لدينا في هذا الأمر ولا في التنقية ولا في القرارات التي اتخذت إلا مصلحة حضراتكم، حتى لو كان ذلك على حساب مصالحنا الشخصية الانتخابية. إحنا مستمرين في ده، وأعتقد أنه في النهاية ما دمنا صادقين فيما نفعل فسنصل إليكم بهذا الصدق. أشكركم وأكرر أننا مستعدون دائما للتواصل والتواجد مع حضراتكم والتساؤل، وزي ما الأستاذ خالد أبو كريشة قال، نقابة المحامين لا تغلق أبوابها إلا بعد 7 مساء، منتظرينكم تشرفونا في أي وقت تحت أي ظرف، وأهلا بكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.